أهلا بكم من جديد. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2019، إذ يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير بالإضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 493 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2%، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 70% من حجم إجمالي الواردات. أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 30%، وتحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 122 مليون دينار. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 46 مليون دينار. وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى أيضا من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 31 مليون دينار. حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا، والتي في طريقها لأن تصبح أكبر مصهر للألمنيوم في العالم مع خط الصهر السادس، 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة منذ بدء عملياتها التشغيلية عام 1971. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة: إن هذا الإنجاز التاريخي إنجاز حقيقي ونادر، وخصوصا في التشغيل الكامل لخط الصهر السادس، ولم تكن الشركة لتحقق مثل هذا الإنجاز لولا التركيز المستمر من قيادة الشركة على جوانب الصحة والسلامة والمسؤولية المشتركة من قبل الجميع للحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث. وقد عبرت الشركة عن بالغ الشكر والتقدير لإسهامات كل فرد من الموظفين والعمال والمقاولين وتعاملهم المثمر نحو تحقيق هذا الإنجاز. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.17%، وأقفل عند مستوى 1534 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,758,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 442,000 دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8171 نقطة من انخفاض بلغت نسبته 1.38%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5128 نقطة من انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.4%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2757 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.24%. أثنى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحة على قرار مجلس الوزراء اعتماد استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واعتبر أن الاستراتيجية التي تمتد إلى 5 سنوات تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها المستقبلية،
وذلك بما يحقق رؤية المملكة 2030 وخدمة الأفراد والمجتمعات ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافة إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. فيسبوك تعلن مكافآت للمشاركين الذين يجدون ثغرات بالغة الأهمية في عملتها الرقمية ليبرا. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة الجديدة لديها أجندة مثيرة للغاية تهدف لجعل شوارع بريطانيا أكثر أماناً، مشدداً على أهمية الاستثمار في خدمة الصحة الوطنية والبنية التحتية، إضافة إلى رفع مستوى تمويل التعليم في جميع أنحاء البلاد. وقال جونسون إن الحكومة لن تنتظر إلى نهاية أكتوبر للمضي قدما في خططها، وذلك لدفع هذا البلد إلى الأمام، مؤكدا أن الحكومة الجديدة عليها مسؤولية رفع مستوى تمويل التعليم والاستثمار في البنية التحتية والتعامل مع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار والعمل لرفع الأجور ورفع الإنتاجية، وهذا ما يحتاجه بلادنا. قالت شركة النفط العملاقة بيبي أنها اتفقت على بيع عملياتها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار إلى شركة هيل كورب إنرجي ذات الملكية الخاصة لتتخارج من المنطقة التي عملت بها 60 عاماً. وذكرت بيبي أن الصفقة التي تشمل حصصاً في حقل برودوباي النفطي العملاق وخط الأنابيب العابر لألاسكا البالغ طوله 1300 كيلومتر تأتي في إطار خطتها لجمع 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين من خلال بيع أصول بهدف تعزيز ميزانيتها. تأتي عملية التخارج بعد شهور من اتفاق بيبي على بيع أصولها في امتيازات نفطية في خليج السويس في مصر إلى شركة دراجون أويل مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلن اتحاد ليبرا وهو منظمة سويسرية أوجدتها فيسبوك للإشراف على عملتها الرقمية المسمى ليبرا أنها ستطلق برنامج مكافآت للمشاركين الذين يجدون ثغرات بالغة الأهمية في التعليمات البرمجية للعملة الرقمية المزمع إطلاقها في أوائل عام 2020. ويمنح الاتحاد المكلف بإدارة شبكة ليبرا والاحتياطيات المالية الباحثين في مجال الأمن ما يصل إلى 10,000 دولار للإبلاغ عن الأخطاء الخطيرة على أن توفر فيسبوك الأموال. ويأتي هذا التطور بالرغم من المخاوف التي أثارتها مجموعة الدول الصناعية السبع والكونغرس الأمريكي بشأن خطر تحول ليبرا إلى عملة ذات سيادة يمكن استغلالها لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية.